فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. في وجه من وجوه موافقة أصحاب الصراط غير المستقيم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قول الله تعالى عن أهل الكتاب: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم قال رحمه الله: أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدنيا والدين بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض، ثم جعل محمدا على شريعة صلى الله عليه وسلم شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل فيهم كل من خالف شريعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمن صفات المغضوب عليهم وهم اليهود من صفاتهم الاختلاف فيما بينهم لا عن جهل وإنما عن هوى، فإن الله آتاهم خير الدنيا والآخرة وأنعم عليهم، خصهم بين العالمين بما آتاهم من التوراة، وبعث إليهم نبيه ورسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وأعطاهم العلم، ولكنهم تركوا العلم وأخذوا بالأهواء والتفرق. فالله جل وعلا لما بين هذا نهى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أن يسلكوا مسلك بني إسرائيل فيتركوا العلم الذي أعطاهم الله إياه في القرآن والسنة ويتفرقوا تبعا لأهوائهم ورغباتهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فهم استبدلوا العلم بالجهل، لا يعلمون، فكأنهم لا يعلمون ولم يصل إليهم علم، لأنهم أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وعما جاء به نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، والذي حملهم على هذا بغي بعضهم على بعض وتعدي بعضهم على بعض والبغض الذي انتشر بينهم، فكل لا يتبع الآخر، والجميع لا يتبعون شرع الله سبحانه وتعالى، لأنهم لو تبعوا شرع الله لرجعوا في خلافهم إليه وأنهوا خلافهم ولم يستمروا على الخلاف، لأن الله لا يرضى لعباده الخلاف والاختلاف، وإنما يرضى لهم الجماعة ويرضى لهم وحدة الكلمة على الحق. فالله نهى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أولا أمره أن يتمسك بما أعطاه الله من الوحي، ثم نهاه أن يتركه هو وأمته ويذهبوا إلى الآراء والأهواء والرغبات ويحملهم الحقد فيما بينهم على أن يكذب كل واحد منهم على الآخر ويعاديه ويترك ما معه من الحق. فهذه بلية عظيمة وهي واقعة الآن في هذه الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهم فعلوا ما نهاهم الله عنه وتفرقوا في دينهم وتركوا الكتاب والسنة واتبعوا أهواءهم، وهذه مصيبة عظيمة. ولكن من عصمه الله ورحمه فإنه وإن حصل اختلاف، لأن الاختلاف من طبيعة البشر، وإن حصل اختلاف فإن أهل الإيمان يرجعون إلى كتاب الله سنة رسوله، ثم ينهي ذلك ما بينهم من اختلاف، لأن هدفهم الحق. وإذا كان هدفهم الحق فهو موجود في الكتاب والسنة، فإذا ظفروا به أخذوا به وتركوا أهواءهم، بخلاف أهل الكتاب من اليهود والنصارى والذين تشبهوا بهم من هذه الأمة، فإنهم يتركون الكتاب ويأخذون بالأهواء والرغبات وما يوافق رغباتهم وشهواتهم،
ولذلك نجد من حتى من المثقفين من هذه الأمة والذين يدعون المعرفة والفكر أنهم إذا وافق قول العالم أهواءهم أخذوا به ومدحوه وأثنوا عليه، وإذا خالف أهواءهم ذموه وطعنوا فيه وقالوا فيه الأقاويل، لأنهم يتبعون أهواءهم ولا يريدون الحق.